إذا عدي يتيجي رحوين أف ماي ماي بالغدي يشرودي كسرودي ما فاهمين لا يرسو مالي أنا ما فاهمين أفكار كان قبيل والبن اللي هشد ولا يترر بالي بالله هشد هير حمر بالي مشنقولي بالي ربرا والي نول بالله هشد ولا يهي هن اللي كدا يأفكار شنو أن فاهمين رحوين أف صومالي واتقنا يا صومالي أنا أقول أهش إذا عدي إذا صومالي أقوالش هديك أنا قبيل والبن هشد يسوى والله بالله يقول لي كون فرق البن هو يا هو استقلتك تهدي لك ماي الصومالي الله الله إذا عدنا الصومالي على غدبه يا وديدا ربرا وين لقد برا وقوا الله يا وديدا مش نقول إني لقد ده قوا الله لا تشاركوا باللغة ليهنا أي له لقد بلي هاي لقد الصومالي عادي ها على غدبه إذا عدنا دينا كنا كفر قلبين هديك لو ولا كلا تجي و ولا كلا تجي هي دارات كان دجا حضور يسدح الدجماء وكتر سنبقاء ما أفتر شروطي قنا ما يقنا هل تشيل لقد تنادينا كنا جني والله أف مسلم هالوال يا صومالي هذا خنطة أوات قناني هزيل يرين قردة 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 مين هي جاهي 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 باي قرون كان هيتا تي سمالك والله تفسير كان سمالك وأخرية أف مسلم نقول الله أو عاد قال الإنسان يدقوا قوانيس قول الله بسم الله الرحمن الرحيم صومالي بالله وقومي لك لدول وروح عند الصور كان حرام ومن هنا القومية بنا صومالي عادي هالوال لقد رسمي أنا والصومالي نحو أنه واتقنا سكيننا وكابضية هو يديسنا وكابضيسة وحانا على ربنا نقد داية قبيلوي لما دوبا كبه حيكون فرق البيت نحاية تايمارة تاي لهتدي أييني وريايلوه لقد بكوا الله لهتد بوليو مش نقولي بالأي ترير بريب برا أواله في حمر باله هاي النقد قرر ذي قرر ذي قرر ذي نولا إماريسة وحان حاران تدستور كان يتوبي يكيا ينوصق ورين حلوك بجرين.